ايه رايك تسمعين حاجه لسميره سعيد؟ ماشي. اي حاجه لك نابت او غيرها. ماشي. قلقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكري شريط وسكت وقلبي شريط. قلقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل، وسمعتوا فكري شريط وسكتوا قلبي شهيد. وعلى اللي كنت فاكره انه هيشتكي من بعدي، فاجئني بس تانية ضيعت الحلم الوادي. وانا اللي كنت فاكره اني الوحده اللي في قلبه، اتاري شغلت قلبه. قلقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب كتير يحكي وانا نار تقيل، وسمعته فكري شريط وسكت وقلبي اداء حنين الشاطر في اكس فاكتور كان اداء هايل، وده اللي اهلها ان هي تحصل على المركز الاول. بس انا متفهمه جدا انه كان في ضغط وتوتر وخوف، يعني كنت مقيده. انت النهارده ريلاكست اكتر، يعني بتغني براحتك اكتر، ف حاسه كده ان انت يعني رايقه اكتر. لا روقينا معاك، اتفضلي يا استاذه. ده انا مش هسيبك النهارده، مش هسيبك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.